تعزيز دور الشباب كان الهدف الأسمى لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعدما راهن على اختياراته للكوادر الشابة والتي برهنت على قدراتها بمساهمات إيجابية على طاولة مجلس إدارة القلعة الحمراء خلال الدورة الانتخابية الماضية. وهو ما جعل محمد الجرحي أحد أهم العناصر المرشحة ضمن قائمة بيبو لانتخابات النادي الأهلي في الدورة المقبلة نتيجة لدوره المؤثر والفكر الاقتصادي الذي أظهره، خصوصا مع تكليفه بالعديد من الملفات المهمة داخل الأهلي الفترة الماضية والاستفادة من خبرته الاقتصادية ودوره الفعال في لجنة تنمية الموارد بالنادي لفترة طويلة قبل عضو بمجلس الإدارة والأفكار الاستثمارية التي كان لها مردود إيجابي على القلعة الحمراء. الجرحي نموذج رائع لشباب الأهلي بإدارته لمجموعة من كبرى الشركات الوطنية وعضويته لمجلس النواب واتحاد الصناعة المصري وبأداء مميز وطموحات شابة. رأينا لجنة خماسية، رأينا لجنة ثلاثية، نريد مجلسا منتخبا، نريد حسم الملف لمصلحة الرياضة المصرية اللعبة صاحبة الشعبية الأولى. رفع الجرحي شعار العمل الجاد وإثبات الذات خلال ظهوره الأول في عضوية مجلس إدارة الأهلي، وهو ما جعله يحافظ على مقعده في قائمة الخطيب بحثا عن مزيد من التطوير ومواصلة النجاح الإداري بالأفكار الشابة التي تمثل الشعار الأهم لقائمة محمود الخطيب. فاز الخطيب برهانه على الشباب بعدما أثبت الجرحي كفاءة كبيرة في رئاسته للعديد من البعثات الرياضية لفريق الكرة والألعاب الأخرى بجانب دوره في رئاسة لجان المنظمة للبطولات القارية التي استضافها الأهلي في السنوات الماضية، علاوة على دوره البارز في رئاسة العديد من ورش العمل الخاصة بلائحة النظام الأساسي للأهلي بعدما اختاره بيبو لعضوية اللجنة العليا لمشروع اللائحة برئاسة المستشار الجليل محمود فهمي. واستمرارا لثقة الخطيب وقع اختياره على الجرحي ليتولى منصب الأمين العام لمؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية، وأثبتت تجارب الأهلي في ضخ دماء الشابة بالإدارة نجاحا كبيرا، وهو ما جعل الخطيب يراهن على دفع المزيد من الكوادر الشابة التي ستتحمل مسؤولية القيادة في القلعة الحمراء الفترة القادمة، وجدد ثقته في الجرحي الذي أطلقت عليه الجماهير عضو مجلس إدارة بدرجة مشجع تلت شمال. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، نروح لانتخابات الأهلي ومعنا النهاردة حلقة خاصة جدا، محمد الجرحي عضو مجلس إدارة نادي الأهلي السابق والمرشح على قائمة الكابتن محمود الخطيب، واحد الحقيقة من الكوادر المحترمة جدا، واحد من الإضافات القوية جدا في قائمة الكابتن محمود الخطيب، واحد من العناصر الفعالة في المجلس السابق. محمد مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. عامل ايه؟ الحمد لله كله كويس. كله بخير والله الحمد لله. يعني هبتدي معاك الموضوع الاول من حبك اللي انت دايما فيه المدرج، انت قبل ما تبقى اي حاجه انت مشجع اهلاوي او مشجع درجه ثالثه؟ دايما في النادي الاهلي عاملين ربط ما بين وجودي في المدرجات وكل اللي كان متابعني من وانا صغير وما بين دخول المجلس الاداره، يمكن عشان وانا طفل صغير كنا دايما بنلف ورا النادي الاهلي في كل المحافظات سواء جوه مصر او بره مصر في كل البطولات، حتى مع زملائي في اعضاء مجلس الاداره كنا دايما بنتكلم عن مواقفنا داخل المدرجات، ويمكن احنا كاعضاء مجلس اداره مثلا بنروح الاستاد قبل الماتش بنص ساعه مثلا، لكن افتكر مثلا ماتش ريال مدريد انا رحت الاستاد قعدت 14 ساعه قبل الماتش. 14 ساعه وكنا كمان ما بنسافر محافظات ونروح هناك لان الناس مثلا نطت من على السور وما نقدرش نخش، في الاخر نروح نتفرج الماتش على قهوه سواء في الاسماعيليه او اسكندريه. بس دلوقتي يعني الوضع اختلف، يعني من خلال تذكرتي او من خلال التطوير في المنشآت الرياضيه حصل طفره كبيره، يعني انا مثلا استاد المقاولين واستاد السكه كنا دايما نروح نقعد على بلوكات اسمنت، فكنت تبقى مروح قافش ضهرك قافش. يعني عندك كم سنه؟
لا من وانا صغير، انا من نهايه التسعينات وانا بحضر ماتشات لوحدي. كنت دايما بشوف يعني مجلس اداره الاهلي ده قاعد برضو زمان وبدل بشوفكم دلوقتي بقى سيلفي الماتش وانا الاقيكم في الملعب، وبعدين الاقيكم اثناء المباراه وما هي شغاله كله على المدرجات وكله في المدرجات. كابتن الخطيب بيبقى قاعد، بالنسبه لي انا والضماطي بنبقى عاملين له حاله قلق، لان احنا بنبقى قاعدين على اعصابنا وسراج وسراج طبعا وكتير يعني دكتور محمد شوقي كلهم كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي يعني مشجعين يعني بشكل كبير. يعني بتتفقوا مع بعض بقى على الجاكيتات الحمراء والازرارات الحمراء؟ انا بشوف كله احمر. لا في البطولات يعني في بطوله العالم للانديه كان كله بدله وجرافات الحمراء يعني كل الناس. سنك صغير يعني على سي في ما شاء الله، يعني انت كادر مرتب. انا علاقتي بيك يعني قويه من فتره طويله، والحقيقه كادر وجهه مشرفه بصراحه. ليك سيستم دايما وليك انطباع حتى يعني مع سنك انت خارج الصندوق. مجلس الشعب، النادي الاهلي، كله سيستم، تتكلم بحساب وتتعامل بحساب. الموضوع ده مش مكتفك شويه؟ مش قصة تكتيفة. يمكن انا لما بوزع السي في بتاعي على اعضاء جامعة عمومية الناس دايما بتبص على السي في فبتحس ان هو يعني مش مناسب مع سني، يعني او ان انا نازل على مقعد الشباب وليه هتجيب وقت للنادي الاهلي. بس انا في شغلي انا بشتغل من عندي 14 سنة، او اي الشركات اللي بادرها او مجلس النواب ولجانه او حتى الحزب واتحاد الصناعات اتعلمت منهم ان انا ازاي انظم وقتي وان انا ازاي ادي لكل حاجة حقها بشكل كويس، واي حاجة يتم تكليفي بيها ان انا اعملها على اكمل وجه. تردد بعض الاحاديث ان انت ممكن تخوض الانتخابات دي فوق السن، ويعني الحاج جمال الجرحي واحد من الناس المؤثره في النادي الاهلي، ولكن في الاخر لقينا ان لجنه الحكماء زي ما بيقولوا دايما في النادي الاهلي رات ان هو ده الافضل والوالد واحد منهم، ونزلت فعلا تحت السن. كان مشهد الحقيقه حضاري يعني. لا يعني في الاخر خالص سواء على مقعد الشباب او عضويه مجلس اداره كلنا على نفس الترابيزه، لينا نفس الصوت، لينا نفس الحقوق على الترابيزه. يعني الفكره فكره كوتة سن، لكن ملهاش علاقه بقوه على الترابيزه. في الاخر خالص بيتم تكليفك بملفات وبتقوم بيها بشكل كويس. وجود الحاج جمال في لجنه الحكم ملوش تاثير بشكل كبير. يعني يعني الحاج جمال اخر واحد هيتكلم عنه في لجنه الحكم هيكون انا. يعني انت بس احنا في الاخر اتعودنا يعني ما نتشرطش على النادي الاهلي. كابتن الخطيب لو قال لي روح اقف، يعني مع كل احترامي لزملائي على البوابه اروح اقف على البوابه. يعني احنا النادي الاهلي انت عارف يعني احنا متربيين في النادي الاهلي واحنا عيله اهلاويه يعني من الحاج تيسير والحاج جمال، وانا متواجد في النادي الاهلي من ايام لجنه تنميه الموارد ووجودي في مجلس الاداره. كل الناس دايما بتتكلم، يعني في ناس وجوه جديده في القائمه، في ناس وجوه سابقه، اللي كانوا موجودين اول سؤال دايما بيفكروا فيه البرنامج اللي خاضوا بيه الانتخابات، هل نفذتوه؟ هل نفذتوا جزء كبير منه؟ ده جزء يخص البرنامج، وفي جزء يخص محمد الجرحي. لما بتمشي في النادي مع الناس شايف ان انت خلال الاربع سنين عملت اللي انت يرضيك؟ لان هو دايما الانتخابات فيها جزئين، جزء برنامج وجزء انت تفاعلك مع الناس عامل ازاي. ده حقيقي. يمكن احنا ما جينا قدمنا نفسنا لاعضاء الجمعيه العموميه المره اللي فاتت تقدمنا برنامج عائله النادي الاهلي. البرنامج كان تقريبا لامم كل احلام وطموحات الناس اللي موجوده جوه القايمه، رصد كل المشاكل اللي موجوده على الارض، اشتغلنا عليه على مدار الاربع سنين بشكل كويس جدا. يمكن كان في ازمات حصلت ومنها جائحه كورونا، لكن احنا حققنا اكثر من 90% من البرنامج. ويمكن الحاجات اللي وقفت هي وقفت علشان خاطر ما كانش ينفع تنفيذها عشان خاطر الفيروس، زي حضانات او حاجات ما ينفعش كانت تتم في خلال جائحة كورونا. لكن انت اشتغلت وانا راضي بشكل كامل عن الاربع سنين اللي فاتت، كانت مرحلة اعادة بناء داخل النادي الاهلي في كل القطاعات. مين اقرب لك، جمهور النادي الاهلي ولا اعضاء الجمعية العمومية؟ سؤال صعب بفكر فيه. اعضاء الجمعية العمومية هم جزء من جمهور النادي الاهلي، كلهم مشجعين. فكرة الفصل انا دايما برفضها، يعني لان هم جمهور وكلهم موجودين في المدرجات ودايما حاضرين. ففكرة محاولة الفصل ما بين اعضاء الجمعية العمومية وجمهور النادي الاهلي هم جزء واحد. بص شكلهم عظيم ازاي؟ ضحكت دلوقتي؟ انا وانا قاعد في المدرجات بتاعه المقصوره ببقى بص عليهم وبغني معاهم وانا حافظ اغانيهم، ببقى عايز اروح اقعد معاهم. احلى ما في العمل العام واحلى ما في الكوره واحلى ما في التقدير هو الجمهور دايما.
طبعا دايما دايما جمهور النادي الاهلي كان دايما داعم لينا ودايما في ظهرنا وعدينا بجمهورنا بكل في كل الازمات اللي فاتت. يعني تخاف منه؟ من الجمهور؟ لا خالص خالص. يعني حتى لو في انتقادات بنحترمها ولو في اشادات برضو يعني بنسعد بيها بشكل كبير. دايما وانت عضو مجلس اداره نادي الاهلي بحس دايما وانت في اتحاد الكوره وانت في الاهلي وانت في الزمالك ده كرسي كبير، واحنا صغيرين بقى يعني يقول لك ايه انا هترشح هتصيب بقى والناس هتعرفني وهعمل لقاءات وهطلع في التلفزيون. انتوا لا بتطلعوا في التلفزيون ولا بتصيطوا ولا في اي تفاعل مع السوشيال ميديا، دايما عضو مجلس اداره النادي الاهلي ده محكم تعمل معاه لقاء وهو داخل انتخابات، ولو لحقته بعد الانتخابات بعد 4 سنين يبقى كويس، ما لحقتوش خلاص. انا على مدار ال4 سنين اللي فاتت ما طلعتش ولا مره في لقاء حواري. انا طبعا كل التقدير والاحترام لدور الاعلام والاعلاميين محترمين كلهم، يعني انت عارف كل وسط اصدقائي من اعلاميين وصحفيين، لكن النادي الاهلي ليه سيستم معين. النادي الاهلي في متحدث اعلامي باسم مجلس الاداره، في مدير تنفيذي، في رئيس للنادي. ما رحتوش مره للكابتن خطيب وتقول له كابتن عايزين نطلع بقى والناس تعرفنا ونتشهر كده؟ مفيش ما يمنع من الطلوع، وقصه مش قصه شهره، انت في الاخر خالص داخل تخدم النادي الاهلي، واحنا جوه مجلس الاداره بنحب ان شغلنا هو اللي اللي اللي, اللي يتكلم عننا، مش احنا ما مش حابين ان احنا نطلع نقول للناس احنا عملنا وعملنا، لا شغلك هو اللي يقول للناس لا فعلا الناس دي بتشتغل لصالح الكيان، مش احنا مش جايين عشان نتصيط، يعني احنا موجودين في اكتر من ملف خارج النادي الاهلي والحمد لله، يعني يعني علاقتنا طيبه بالجميع. يعني كابتن محمود الخطيب بالنسبه لكم هو رئيس النادي الاهلي ولا هو رئيس المجموعه ولا هو الاب ليكم؟ لان انا بشوف دايما يعني ما بقرا على السوشيال ميديا بشوف خلط مشاعر. يعني في الاخر خالص يعني كابتن الخطيب لاعب كره فز وهو بيتعامل مع الناس بأبوة فعلا، واحنا اتعلمنا منه على مدار ال4 سنين اللي فاتت من خلال احتكاكنا بمواقف كتيرة صعبة مرت على مجلس الإدارة، وهو فعلا رئيس للمجموعة والناس كلها يعني كابتن خطيب مش محتاج ان حد اصلا يتكلم عنه. بس هو الحقيقة ميزة كابتن محمود الخطيب ان المجلس السابق ده بالذات عدى بأوقات صعبة وقرارات حاسمة جدا. وانتوا معظمكم مجموعة من الشباب، فكل واحد عايز اللي هو ايه قرار حالا وقرار قوي، ولكن كابتن الخطيب دايما هادي جدا ياخد القرار في الوقت المظبوط، يدي مساحه ان هو يفكر. دي من الحاجات اللي الواحد اتعلمها جوه النادي الاهلي او في عمله في السياسه، فكره ان انت تبقى قاعد جوه ترابيزه مجلس الاداره او في الغرف المغلقه، ان الغرف المغلقه ليها حرمه وان هي اي قرارات بتتاخد جوه، حتى يعني احنا يعني قرارات كتيره يمكن صوتنا كان نص قدام نص وكان صوت كابتن الخطيب هو الصوت المرجح، وبنطلع كلنا في الاخر بندافع عن القرارات ديت. قرارات بقى سواء بقى عصيبه مرينا عليها حاجات، في ناس مندفع عايزه قرارات فوريه وفي ناس مع ان احنا نتحلى بالصبر، بس في الاخر خالص بيطلع قرار متفقين عليه كلنا وبنطلع كلنا ندافع عنه. حسام غالي يعني هيخش المجموعه. كابتن حسام من الشخصيات المحترمه طبعا جدا. انا يمكن الفتره اللي فاتت قربت منه عن يعني تعاملنا بشكل قريب خلال فتره الانتخابات، هو شخصيه نظيفه وطيبه جدا وبيتمتع بشخصيه النادي الاهلي. الكاميرا دي بتاعتك؟ لا كان حد المصورين بيصور. طب وانت خدتها ليه؟ بيصوروا خدتها هزرت بيها مع الضماط ان انا صورته. انت هاوي تصوير؟ بحب التصوير. كلكم اصحاب ورابين بعض، يعني انا عارف ان انت وغزاوي علاقه قويه جدا، عارف ان انت وسراج علاقه قويه جدا، بقيه المجموعه بره الشغل بره المجلس نفسه او القايمه هي ايه علاقات؟ بقت اقرب للاخوه، يعني مش زماله بس، سواء مع سراج او سواء مع الضماطي او سواء مع الغزاوي، كلهم اصحابي. مهند يعني حتى يعني دكتور شوقي رفيق مدرج يعني فكل الوزير العامري خالد بيه مرتجي كلنا اصدقاء، يعني طارق انديل عشره قديمه يعني. كنت دايما في 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 مجالس سابقه، مثلا انا كنت في مجلس اداره الصيد مع المهندس حسين صبور يعني رحمه الله، كان دايما يقول على نفسه ان هو ديمقراطي الحوار ديكتاتوري القرار، يعني اناقشك وفي الاخر اخد القرار. مع الكابتن محمود الخطيب تتناقشوا وتسمعوا، الكابتن الخطيب ياخد القرار احيانا في الاوقات العصيبه تقتنعوا، ولا في جدال داخل الترابيزه؟ لا في جدال وجدال صحي.
في طبعا قرارات متعلقة بالكورة، انت بتفوض كمجلس إدارة كابتن الخطيب بشكل كامل في ملف الكورة، لكن كل النقط بخلاف ملف الكورة انت بتناقش فيها، في حاجات كلها بتخضع للتصويت وكابتن الخطيب بيسمع لجميع الآراء. هل انتوا كمشجعين، انتوا بقى كشباب في المجلس، هل ممكن تروح للكابتن محمود الخطيب؟ مجلس كله مشجعين حتى أيوه. الكبار فيه يعني هو اساسا قبل ما يبقى في الناس في المجلس كانت بتروح كلها للاستاد، كله مشجعين. هل ممكن تيجي للكابتن محمود الخطيب بره الترابيزه بقى كابتن المدير الفني فلان يا كابتن لازم يلعب فلان ما يلعبش ليه الحاجات دي، ولا الحاجات دي خط احمر يعني؟ بيحصل مناوشات احيانا بره المجلس كده في نقاش. بيحصل، انا ويمكن انا والضماتي اكتر اتنين بن كابتن الخطيب يرد عليه كلكم ايه بينفعل وفي حاجات معينه وفي حاجات بيستقبلها بهزار وبضحك يعني. هي كلها ضحك يعني؟ كلها ضحك. يعني انتم ما تكلموا كابتن خطيب في الكوره لازم لازم يعني لازم يستقبلها بضحك يعني؟ يعني دايما في مناوشات اللي هو يطبطب عليك يعني لو الدنيا مش ماشيه بشكل كويس بنقعد نرمي كلام كده وكابتن بياخده بشكل كله هزار يعني. رايك ايه في اداء فريق الكوره في مدتكم؟ زي ما قلت لك هو الملف احنا مفوضين بلجنه الكوره برئاسه كابتن الخطيب، بس احنا انا اتكلم كواحد من الجمهور يعني احنا يمكن مرينا في عصرات في خلال دورتنا، بس انا راضي بشكل كامل عن اداء فريق الكوره. يمكن انت في خلال 8 شهور اخذت بطولتين افريقيا، طلع ثالث عالم سوبر افريقي خلاف البطولات المحليه، انت مريت بمرحله بناء لفريق الكوره بشكل قوي جدا، وانت دلوقتي عندك تقريبا اقوى سكواد موجود في مصر وفي افريقيا. وانت مشجع كنت مستريح اكتر ولا انت مسؤول؟ يعني انا كنت في يوم من الايام مسؤول مثلا حمل، مع ان انا برضو في الاخر مشجع، بس ما بقعد مشجع انا مع نفسي، ما بتقعد مسؤول انت بتتحاسب على الفريق اللي انت بتحبه، بتتحاسب كمسؤول، بتتحاسب كانتقاد، وانت طالع من الاستاد كل واحد بيكلمك ينفع كده ويعني ده كده انت شايف ان كده صح. بص يعني معظم يعني وانت جمهور بيبقى الموضوع اريح، فكره انك تنتقد المسؤول عن الملف، لكن لما بتقعد على الكرسي الوضع بيختلف تماما، لان انت بيبقى عندك معطيات مش ظاهره للناس وما تقدرش تعلنها للناس، ومعطياتك دي بيترتب عليها قراراتك اللي بتاخدها اللي ممكن ناس عشان مش عارفه المعطيات بتبص للقرارات وبالنسبه لها بتبقى غريبه، لكن مع الوقت بتتكشف الامور وبيقولوا لا فعلا مجلس الاداره كان عنده حق ان هو ياخد القرار في الوقت ده بالشكل ده. موسيماني رايك فيه؟ مدرب كويس، حقق بطولات كبيره مع النادي الاهلي، ان يمكن الناس بتتكلم عن اداء الاهلي، لكن النهارده انت بتتكلم عن مدرب بيحقق نتائج، وانت لسه ماتش الزمالك كسبان 5، كسبان تقريبا كل ماتشاتك في الدوري، الدنيا ماشيه بشكل مستقر يعني. جمهور الاهلي دايما بيحب عايز مكسب وكوره ومكسب كل مباراه كل حاجه، واحنا كده على فكره احنا من جوانا كده برضو بنتعامل بنفس الحماسه ديت، عايزين نبقى قاعدين يعني 5 عايزينها 9 وتلاقينا قاعدين. اتكلمت قبل كده مع موسيماني؟ لا يعني بنتقابل في لقاءات بنسلم على بعض، لكن ما اتكلمنا احنا ما بنتكلمش في الامور الفنيه كلها، ما اتكلمش معاه قبل كده، لا ما ندخلش فيها. اتفرج عليه في المؤتمر الصحفي؟ بتشوفه احيانا؟ يعني بحس الراجل وصل ساعات لمراحل، طب هو انتوا عايزين ايه؟ اكسب 5 بيستغرب مش طبيعي، اكسب 4-5 بطولات يقول لك مش كفايه، اكسب مباراه كبيره يقول لك لا المفروض كنت تكسب اكسب اكتر، اروح فين؟ احنا جمهور الاهلي عمرنا ما بنستكفى من اي من اي بطولات ومن اداء ومن نتائج ومن كل حاجه، عمرنا ما بنستكفى، بس ضغط. دايما بنطلع، مرهق لمجلس الاداره، مرهق جدا لمجلس الاداره، مرهق للجهاز الفني، مرهق على اللاعبين، مرهق طبعا، بس دايما بنبقى عايزين كده، دايما شايفين نفسنا على طول على منصات تتويج. في المجلس السابق انتوا مقسمين ملفات؟ يعني كل واحد اخذ ملف؟ مش ملفات، بتظهر ملفات بيتم تكليفها، هتلاقي في ملف ده رئيس اللجنه وده عضو معاه، وتلاقي في ملف تاني ده رئيس للجنه وده عضو معاه، ولكن ده لا يعلن للاعلام يعني في الاخر هو المجلس. لا في حاجات بتعلن، في حاجات بتعلن بشكل صريح، وفي حاجات مش معلنه خالص. ايه اقرب الملفات ليك؟ يعني الملف اللي انت خدته وحبيته فعلا وانت كنت تتمنى فعلا ان انت تبقى موجود فيه؟ يمكن في 4 ملفات خدتهم وكنت حاببهم جدا، كان بدايتهم
مع بداية مجلسنا كابتن الخطيب في أول جلسة كان في على لست الاجتماع كان في 6 بطولات، تنظيم 6 بطولات أفريقية ما بين طايرة ويد، وتقسمت بيننا وبين الضماطي، وبعدين حصل دمج وترأست أنا اللجنة العليا ل6 بطولات، وكان معايا زميلي وأخويا أستاذ محمد ضماطي، واشتغلنا على البطولات والحمد لله حققنا نجاح كبير جدا في البطولات وأشركنا كل شباب النادي. يعني كان عندي في خلال، يعني احنا عندنا كنادي أهلي خلال تنظيمنا البطولات ديت كان عندنا هدفين. الهدف الأول إن البطولة تخرج بشكل يليق باسم النادي الأهلي، وان احنا نشرك اكبر عدد من الشباب، وده تم ان احنا النهارده كل اللجان اشركنا فيها الشباب وعشان تعمل اعداد لجوادر من داخل النادي الأهلي. الحمد لله البطولات حققت نجاح كبير، وتم تكريمي من ممثل طبعا النادي الأهلي من الاتحاد المصري لكرة اليد والاتحاد المصري لكرة الطائرة والاتحاد الأفريقي لكرة اليد والاتحاد الأفريقي لكرة الطائرة. الحمد لله يعني كانت بطولة ناجحة. الملف الثاني اللي قريب ليا كان ملف اللائحة، وكابتن الخطيب يمكن شرفني ان هو اختارني في انا وزميلي استاذ طارق انديل والاستاذ ابراهيم القفراوي، وفي لجنة بيرأسها المستشار جليل محمود فهمي، واشتغلنا على ملف لائحة النادي الأهلي، لان احنا من اول يوم كنا شايفين ان احنا مجلس إدارة ما ينفعش إن يبقى فيه لائحة استرشادية هي اللي بتنظم أمور النادي الأهلي. اشتغلنا عملنا حوار مجتمعي يخلينا كل الناس تشارك في اللائحة، عملنا آلية تواصل مع الأعضاء، جالنا ملاحظات بدأنا نتفاعل معاها، عملنا ورش وقدرت أكتر من ورش سواء رياضية اقتصادية مع المرأة مع فنية، كل الأطياف شاركت في اللائحة، وعشان كده اللائحة طلعت معبرة. ولما جينا طرحناها للتصويت اللي شارك في التصويت عدد ضخم، لأن كان كله حاسس إن هو جزء من اللائحة ديت. دايما في الحاجات اللي فيها تصويت، في الحاجات اللي فيها خلاف، في الحاجات اللي فيها الانتقاد، شعبية الكابتن محمود الخطيب تشيل؟ طبعا كابتن الخطيب ناس عندها ثقة كبيرة فيه. كابتن الخطيب بيتعامل بحب وتفاني للنادي الأهلي، ال4 سنين كان بيبذل مجهود رهيب جدا. احنا كأعضاء مجلس إدارة كنا بنخجل من كتر ما هو دايما متواجد هنا والنهاردة هنا وهنا بيبص على الإنشاءات هنا، فهو متواجد بشكل كبير جدا، وده إدى ثقة للناس، وخصوصا لما بدأت الناس تشوف البرنامج بيترجم على أرض الواقع ان هم يمشوا يلاقوا منطقة ترفيهية معمولة هنا، يلاقوا جراج معمول هنا، يلاقوا تطوير هنا، يلاقوا ملاعب معمولة هنا، ده بيدي ثقة للأعضاء بشكل أو بآخر. يعني ايه عائلة الأهلي؟ ده البرنامج اللي احنا اطلقناه، عائلة النادي الأهلي بتضم كل الأطياف سواء عاملين في النادي وموظفين سواء جمهور سواء أعضاء جمعية عمومية، كل دول هم عائلة النادي الأهلي، وده البرنامج اللي احنا طرحناه. والنسخة الجديدة أو استكمال برنامج عائلة الأهلي دي الرؤية بتاعتنا ل4 سنين القادمين بإذن الله. يعني لسه مكملين في نفس البرنامج؟ حصل رصد لكل المشاكل أو الملاحظات أو المقترحات اللي موجودة وضمناها جوه برنامجنا الجديد استكمال لبرنامج عائلة الأهلي. الصورة دي معلش هاتها تاني كده، هاتها تاني أحمد. الصورة دي أنا وقفت عندها مرة في برنامج، صورة مهمة قوي دي، صورة كابتن محمود الخطيب مع فريق الشمس. الصورة دي فيها يعني كابتن شادي محمد ممكن كان على خلاف الانتخابات اللي فاتت مع الكابتن محمود الخطيب، وفي ناس كان على اتفاق وفي ناس كتيرة كانت على خلاف، ولكن الحقيقة يحسب للكابتن محمود الخطيب، يحسب للنجوم كلها كابتن شادي والمجموعة، إن إما الكابتن محمود الخطيب كان في حالة مثلا صحية أو إن هم كانوا عاملين له تكريم، كل الناس راحت وكأن شاء لم يكن، وهو ده تقريبا النادي الأهلي. دايما النادي الأهلي كده، وأي حد منتمي للنادي الأهلي مش بيقف عند الخلافات. ويمكن أنت في الفترة اللي فاتت في ال4 سنين اشتغلت على الفرق كلها اللي عندك، اشتغلت على فرقة الكورة، اشتغلت على الإنشاءات والخدمات، فشغلك على الأرض هو اللي ادى للناس دي ثقة، لا إن إحنا فعليا جايين نخدم النادي الأهلي وما لناش أي أغراض أخرى. طيب عايز برضو يعني أعرف منك موقفك من السوشيال ميديا، كيف تتعامل معاها وعامل لها حسابها ازاي، والسوشيال ميديا تدير ولا ما تديرش، وهل هي جزء من القرار ولا لا؟ شويه اسئله بسيطه كده تفكر فيها. هقول لك على بعد الفاصل. تفكر فيها ونرجع بعد الفاصل نكمل مع محمد الجرحي.
الاهلي علمنا من زمان انه كل ما بيوصل لهدف بينطلق للابعد والاصعب. الاهلي بينطلق علشان يكتب التاريخ في الرياضه والمبادئ او اي مجال بيقرر يكون جزء منه. الاهلي بينطلق علشان يحقق اللي محدش كان ممكن يتخيل انه ممكن. غيرنا ممكن يكتفي بألقابنا ودوالبنا المليانه كؤوس او ان محبينا في كل مكان، بس احنا الاهلي عمرنا ما اكتفينا. وجه الوقت للأهل إنه ينطلق مرة تانية للأبعد والأصعب ويكمل كتابته في صفحات التاريخ. الأهل مش مجرد نادي، الأهل كيان كبير ومؤسسة عظيمة يدار فيها كل يوم عدد مهول من الملفات ما بين رياضي واجتماعي، خدمي وإنشائي وكمان استثماري، كلها مواضيع مهمة ومتداخلة وبتأثر على بعض ولازم تدار من خلال فريق متجانس، وده الأساس اللي اتبنى عليه قائمتنا، قائمة الكابتن محمود الخطيب. فريق كل شخص فيه عنده مجموعة مختلفة من الخبرات والإمكانيات المهمة اللي بتأهله لإدارة كيان بحجم النادي الأهلي، ولكن الأهم إن فريقنا على توافق في الأفكار والرؤى، وعشان نقدر نقدم مستقبل يليق بتاريخ وقيم ومبادئ النادي الأهلي لازم تنزل وتشارك في انتخابات الجمعية العمومية للنادي الأهلي. خليك في ظهر الكيان، خليك في ظهر فريقنا، فريق الكابتن محمود الخطيب، عشان نكمل كتابة التاريخ. موعدنا يوم الجمعة 26 نوفمبر عشان نرسم مستقبل نادينا. فريقنا واحد، هدفنا واحد. دي وجهة نظر محمد الجرحي عن قائمة الكابتن محمود الخطيب، دي وجهة نظره عن النادي الأهلي، إن النادي الأهلي دائما جمهوره ما بيشبعش بطولات، جمهوره ما بيشبعش انجازات، حتى اعضاء الجمعيه العموميه اكيد كل يوم عايزين جديد، كل يوم عايزين تطوير. السوشيال ميديا تعامل معاها ازاي؟ انا يمكن ما بظهرش في الاعلام، لكن صفحتي الاكونت بتاعي على الفيسبوك او الانستجرام نجم من نجوم السوشيال ميديا الحقيقه. يعني صورك واخبارك لا بتعامل ليه اصدقاء كتير، بتعامل من خلاله وبتواصل من خلاله مع الناس، بس هو مش مؤثر. يعني الواحد كان في الاول، يعني عشان اكون صادق، في الاول اول سنه كان واحد بيتاثر بالسوشيال ميديا بشكل مختلف، لكن بعد كده خلاص يعني بقى الواحد عارف ان الوضع مختلف، وما ينفعش اصلا السوشيال ميديا تاثر على قرارات النادي الاهلي. وده يعني ده اللي بدا، يعني بدا ظهر في بعد كده في قرارات. طب هي تديكم مؤشرات؟ يعني وانتم قاعدين مثلا في طبيعي بتدي مؤشرات. بتدي مؤشرات طبعا، بتدي مؤشرات، لان النهارده كل حاجه بقت موجوده على السوشيال ميديا. النهارده انت بتتكلم الفيسبوك قرب ال 60 مليون واحد موجودين على الفيسبوك، فما ينفعش النهارده ان انت تتجاهل السوشيال ميديا. النهارده في رؤساء بيكتبوا على السوشيال ميديا، بيتواصلوا مع شعوبهم من خلال السوشيال ميديا، ففكره ان انت تبعد على السوشيال ميديا مش ظاهره صحيه. يعني الوالد يحب الاهلي اكتر ولا يحبك اكتر؟ حبنا احنا الاثنين زي بعض. الحاج جمال، بس لو في موقف في خلاف هتلاقيه جاي في صف الاهلي. جاي في صف الاهلي. ممكن يقول لك رايح لمصلحه الاهلي؟ طبعا طبعا، وفي وقت كتير يعني في وقت كتير طلبت حاجات، وقال لي الاهلي ما حدش شرط عن النادي الاهلي. ايه المؤسسه الاهلي للتنميه المجتمعيه؟ مؤسسه الاهلي للتنميه المجتمعيه، يمكن النادي الاهلي على مدار تاريخه كله بيقوم بدور مجتمعي، بس مش في اطار مؤسسي. ويمكن مجلس الاداره وكابتن محمود الخطيب كان عندهم رؤيه للموضوع ده، وده من الملفات اللي تم تكليفي بيها واشتغلنا عليها خلال الفتره اللي فاتت. والمؤسسه النهارده مشهره، وتم تاسيسها وليها، وتم تعيين مجلس امناء ليها محترم، وكلها شخصيات قامات نفخر بالعمل معهم. وطبعا تم تشريفي باختياري امين عام للمؤسسه، وزميلي الاستاذ طارق قنديل امين للصندوق تحت رئاسه كابتن الخطيب. يعني هتعمل ايه؟ يعني يمكن شعار المؤسسة إن الأهلي للجميع. شعار المؤسسة الأهلي للجميع، لأن النادي الأهلي هيخدم كل الناس في كل ربوع مصر بدون تخصيص. وإحنا كمجلس أمناء حطينا استراتيجية واضحة للمؤسسة إن إحنا هنشتغل على بناء الإنسان وكل ما تحمله الكلمة من معنى، وتنمية مستدامة في كل ربوع مصر. أنا تهت. بص، هو كلام مهم، بس انا عايز اعرف، خليني يعني ابعد عن السياقه السياسيه بتاعتي. هكلم
انت النهارده ممكن تبعت ناس لكره فقيره، لعيبه او الكلام ده، كنوع من الدعم. النهارده النادي الاهلي يبدا يلم تبرعات عشان، انا عايزك تنزل لي كده عشان افهمك. يبدا عشان مثلا كره يعمل فيها ملاعب بشكل معين، يعمل فيها تعليم بشكل معين، يرعى ابطال، يرعى قدامى لاعبين. يعني النهارده في مجلس الامناء موجود كابتن علي ابو جريشه، موجود كابتن محمد رشوان. يعني دي ما تخصش جمهور الاهلي فقط ولا اعضاء الجمعيه شعار فقط. شعار المؤسسه الاهلي للجميع، الاهلي هيشتغل على التنميه المستدامه وبناء الانسان في كل ربوع مصر. لجمهور الاهلي، الزمالك، الاسماعيلي، بدون تخصيص. بدون تخصيص، بدون تخصيص. بس في الاخر جمهور الاهلي برضه حتى يعني اكيد. لا، شعار المؤسسه الاهلي للجميع طبعا، جمهور الاهلي على راسنا ولو دايما الاولويه، ولكن المؤسسه. وكابتن علي ابو جريشه معاكم عضو مجلس وزراء، عضو مجلس امناء معانا، وكابتن محمد رشوان. فوجودهم يدل ان احنا كمؤسسه بنتكلم ان احنا هنخدم جميع الفئات. طيب الامور اللي انا بشوفها، انا بشوف احيانا صور ليك انت على المستوى الشخصي مع بعض الناس، يعني ذو احتياجات خاصه، ابطال بتعمل لها رعايه، هل دي امور خاصه ولا دي امور بالاتفاق مع النادي الاهلي؟ في حاجات طبعا بالاتفاق مع النادي الاهلي، بس يعني معظمها اتفاق مع النادي الاهلي. في ناس كتيره بتطلب ان هي تتصور مع كابتن الخطيب، بنتواصل معاهم ونجيبهم للكابتن الخطيب ياخدوا صوره معاه، او ياخدوا صوره في التتش، او ياخدوا صوره مع اللاعبين. يعني بنتفاعل مع جمهورنا في الملف دوت، ونجيبهم ونقعد معاهم ونوصلهم عشان ياخدوا صوره هنا. الحاجات ديت بتسيب انطباع حلو عند الجمهور. ورعايات، يمكن انا بشكل شخصي دخلت رعيت اكتر من حد في لعبات الفرديه، بس منهم حاجات جوه النادي وبره النادي. يعني ايه الصوره دي؟ دي كنا في ورشه من لائحه النظام الاساسي، كانت مع الرياضيين، ويعني وشرفت برئاسه الورشه، وما دخل كابتن الخطيب. يمكن قلت له اتفضل يا كابتن، قال لا اتفضل اقعد، انت اللي بتدير الجلسه. ساعد بتلبش انت. كابتن في ظهرك. دايما الكابتن داعم لينا في كل المواقف دي. وجود عدد كبير من الشباب في القائمه اللي فاتت ودي بيخليكوا دايما الحقيقه قطاع الشباب قريب من الناس، يعني دايما المجال الزمان كان دايما تبقى الناس قامات كبيره كلها الحقيقه، ولكن السن كان يبقى مختلف. يعني يبقى عندك مثلا 50 سنه اقول لك انت لسه صغير، 45 سنه لازم تاخد خبره الاول. بتشوف دلوقتي لا، الدنيا بتختلف. كابتن خطيب بيضم مجموعه كبيره من الشباب. طبعا موجود شباب كتير في القائمه، بس كل واحد فيهم عنده قصه نجاح في ملفات معينه. يعني في شغله، في عمله العام هنا او هنا، فكل واحد فيهم ليه خلفيه ادت كابتن الخطيب ثقه ان هو يعتمد عليه. بنربط شاب يعني سي في صغير، ما هو ده برضه غلط. ما غلط، بس بس في الاخر يعني انت عارف في مصر دايما بيحبوا سن شعر ابيض كده عشان وده الحقيقه الحمد لله. انت محافظ عليه. الحمد لله، عندي بوفره يعني. بتزعلك كلمه سنك صغير؟ لا، مش بتزعلني. دي المفروض ميزه ان انا بفضل الله، يعني بفضل الله محقق حاجات كتيره في اكتر من ملف، وانا سني صغير. انا اشتغلت بدري وانا عندي 14 سنه، وانا النهارده بقى لي 21 سنه شغال. انا طلعت فوق السن، بس انا كان فرقت معايا على 4 ايام. يعني ده ميزه بالنسبه للناس، يعني دايما السن بيبقى كبير والسن صغير، يبقى المشوار ان شاء الله باذن الله يبقى المشوار طويل. يعني الناس اللي خرجت من القائمه اللي فاتت، جوهر ورانيا والكفراوي، يعني علاقتك بيهم ايه؟ كلهم اصدقائي واخواتي. يعني خلاص، يعني بعد الاربع سنين العلاقه بترتقي لمرحله ان هي في اخوه. يعني انت قاعد على الترابيزه، بيجمعك ملفات وسفريات. كابتن الخطيب يمكن وهو بيشكل القائمة بيبقى عنده استراتيجية للأربع سنين اللي جايين، شايف ان لا، الأشخاص دي تخدم على الاستراتيجية. في أشخاص ممكن ما يكونش ليهم دور المرة دي، يبقى ليهم دور خارج المجلس، أو ليهم دور المرة اللي جاية. وده حصل المرة اللي فات في 2017، كنا 18 واحد وتم اختيار 12 واحد، وكان من الستة اللي يعني يتم اختيارهم كان دكتور شوقي وغزاوي، ومع ذلك كانوا موجودين معانا في خلال جولاتنا وداعمين لينا في كل لحد ما ربنا وفقنا ونجحنا. نفس القصه المره دي، كابتن الخطيب كان عنده عدد اختار منه 11 مرشح معاه، وكان منهم الغزاوي ودكتور شوقي اللي ما كانوش موجودين المره اللي فاتت. في ناس مش موجوده المره دي، ممكن يكون ليهم دور خارج المجلس او المره اللي جايه. وبرده
هتلاقي استاذ ابراهيم القفراوي او كابتن دكتوره رانيا او كابتن جوهر داعمين لينا وموجودين معانا في جولاتنا حتى الانتخابيه. وده هو ده النادي الاهلي، كل واحد بيبدي مصلحه النادي الاهلي عن مصلحته الشخصيه وكله داعم. يعني شفنا مشهد جديد، يعني شفنا خالد وهو موجود وبيتنازل عشان القائمه تقفل. يعني انا برضو مش يعني انت مش محتاج تكون موجود على كرسي مجلس الاداره عشان تخدم. انا قعدت مثلا 5 سنين جوه لجان لجنه تنميه الموارد داخل النادي الاهلي، وكان معايا زميلي محمد الضماطي. مش يعني انت تقدر تخدم النادي الاهلي من اي مكان. يعني شايف برضو موقف خالد الدرندلي، يعني خالد الدرندلي مشوار طويل معاكو، الانتخابات دي في الاختيارات بيخرج الدرندلي بيخش مرتجي، ويعني معظمكم علاقات قويه جدا مع بعض. يعني حتى الناس اللي طلعوا في الاعلام المرشحين الحاليين كلهم قالوا ان هم يعني على المستوى الشخصي تجمعهم علاقه طيبه بالدرندلي. طبيعي طبيعي، الاستاذ خالد الدرندلي صديق عزيز واخ، وبنكن له كل الاحترام والتقدير. زي ما قلت لك كابتن الخطيب لديه استراتيجيه واضحه ل4 سنين اللي جايه، وكل مرحله ليها رجالها. كابتن الخطيب وضع اختياره في المرحله اللي جايه على المهندس خالد مرتجي ان هو الاقدر والافضل لامانه الصندوق، لان الفتره اللي جايه امانه الصندوق بتتجه اتجاه مختلف. النهارده في شركات في استثمار، وهو شايف ان المهندس خالد الدرندلي مش مكانه المره دي، وان الافضل المهندس خالد مرتجي. المهندس خالد مرتجي يتمتع بعلاقات دوليه، ادار شركات دوليه وليها فروع في العالم كله. هو شايف ان هو قادر ان هو يعمل الحوكمه ما بين الشركات وما بين النادي الاهلي، وان هو يقدر بعلاقاته الدوليه المهندس خالد مرتجي ان هو مع شركائنا بقى الخارجيين يعمل هو حلقه الرابط ديت. يمكن بستعجب الناس اللي دايما رابطه ما بين منصب امانه الصندوق ان هو لازم يبقى عنده خلفيه محاسبيه. الكلام ده عاري تماما من الصحه. يعني يعني حتى في اللائحه بتاعه النادي او لوائح النادي الاهلي مش موجود في اشتراطات امانه الصندوق ان هو لازم يكون خلفيه محاسبيه. يعني احنا شفنا كابتن حسن حمدي امين للصندوق، شفنا المهندس ابراهيم معلم امين للصندوق، شفنا كابتن خطيب نفسه كان امين للصندوق وحققوا نجاحات، لان ده منصب استراتيجي. وكل مرحلة بدون التقليل من حد، الناس كلها لها كل احترامها وتقديرها، لكن هو كابتن ارتقى في استراتيجيته ان في المرحلة اللي جاية المهندس خالد مرتجي هو الأقدر ان هو يكون موجود في المنصب ده. تصريحات المهندس خالد مرتجي خالد الدرندلي انا شفتها ازاي؟ يعني ان هو اتكلم على المكتب التنفيذي للنادي الأهلي ان هو كان معطل فترة طويلة وان هو كان في يعني خلاف، شفت تصريحاته ازاي من وجهة نظرك؟ كنت واحد من الناس اللي كنت موجودة. بص هقول لحضرتك على حاجه، زي ما قلت لحضرتك احنا في النادي الاهلي او في اي عمل عام الغرف المغلقه لها خصوصياتها، واحنا النادي الاهلي نختلف زي ما نختلف، بنختلف كلنا. انا اختلفت مع كل اعضاء مجلس الاداره، لكن اختلاف ما فيهوش شخصنه للمواضيع. في الاخر خالص بنختلف لمصلحه الكيان، بنختلف كل واحد شايف النقطه دي من وجهه نظره في الاتجاه ده، لكن في الاخر خالص كلنا بنعلي مصلحه النادي الاهلي. كلنا في الاخر ايا كان الاتجاه جوه بنطلع ندافع عن القرار اللي اتاخد. يعني انا مش حابب كمان ان انا اعلق على التصريحات، يعني بس زي ما قلت لك الغرف المغلقه لها قدسيتها. يعني انت عايز تقول لي ان يعني كنت تتمنى ان الامور تفضل في الغرف المغلقه زي ما هي؟ صح كده؟ لا، يعني انا مش حابب ان انا اعلق بشكل عام عن التصريحات. طيب ناس تانية بتسال سؤال، هل سيستم النادي الاهلي انتوا كلكم مجموعه واحده في نجاح، في حاله نجاح الاستاذ خالد مرتجي طبيعي انتوا قائمه واحده، في حاله نجاح الاستاذ خالد الدرندلي شايف المساله ازاي؟ يعني احنا لينا استطلاعاتنا ومن خلال جولاتنا يعني الحمد لله على الارض بشكل كبير، ولامسين حاله رضا كامل. حتى لو في ملاحظات بنتعامل معاها بشكل فوري، بس التوجه العام ان شاء الله قائمه تعدي بالكامل. عايز تعدي السؤال ده؟ مفيش مشاكل يعني عادي. انهي سؤال؟ اللي هو في حاله نجاح خالد الدرندلي شايف ان هي لا انا بكلمك عن رصد من على ارض الواقع. يعني لا انا فاهم، انا قصدي ان في حق يعني الانتخابات دايما هناك مفاجآت، فقصدي ان في حاله النجاح هل يبقى في ازمه في التعامل؟
الافضل ان احنا نتعامل مع فريق في تجانس. كابتن خطيب اختار فريق بشكل معين، كل واحد ليه دور بشكل معين في المرحله اللي جايه، كله شارك في البرنامج الجديد والاستراتيجيه اللي معموله للاربع سنين اللي جايين. وزي ما قلت لك طبعا احنا بنحترم الجميع، ولكن دي رؤيه كابتن الخطيب وقائمته للمرحله. انت عايز تقول ان احنا يعني عشان نشتغل بارتياحيه افضل نكون مجموعه طبعاً واحده؟ طبعا افضل. انا كنت سمعت لك تصريح قبل كده، اه يا جماعه ما تروحوا الانتخابات اما تنتخب الرئيس خد معاه، اه خد معاه النائب وامين السنة. انت متابعني بقى، شفت بقى؟ حبيبي انا دايما النظريه دي يعني انا بملها، لان التجربه الفتره اللي فاتت دايما المجالس اما بتبقى فيها اختلافات بتاخد وقت عقبال ما تعدل. طبعا فدايما عشان تحاسب رئيس، وهو دايما اي رئيس يقول لك كده يعني انت عشان تحاسب لي هات لي ناسي. كل المجالس بقى اللي بتيجي مشكله بصفه عامه في الانديه بيجي في النص بيقف الرئيس يقول لك والله انا مش احنا مجموعة. دي سياسه النادي الاهلي، يعني انت ما تقدرش تروح لمدرب جوه النادي الاهلي وتقول له خد فلان لاعب فلان، هيجي في الاخر يقول لك انا ما حققتش، انت اللي فرضت عليا التشكيل دوت، او انت اللي قلت لي خد. فانت بتدي له مطلق الحريه ان هو يعمل تشكيله، وبعد ما بيعمل تشكيله في الاخر خالص بتحاسب على نتائج. فعشان تحاسب على نتائج لازم لازم تديله مطلق الحريه ان هو يختار الفريق اللي هو هيشتغل بيه الاربع سنين عشان يبقى فيه ارتياحيه على الترابيزه. انتوا فعلا عاملين تخفيض لموظفين بترول؟ مجلس الاداره لا يملك ان هو يدي لاي حد. انت سمعت القصه دي؟ طبعا سمعت. مجلس الاداره بعد ما عمل فرع التجمع في الاخر خالص عندك منشات محتاجه مبالغ ضخمه، فمجلس الاداره بقاله فتره يمكن 7 أو 8 شهور بيعمل عروض لكل التجمعات، يعني ممكن تيجي عند مجموعه اعلام مصريين يجي لكم مثلا جواب ان في تخفيضات لو جبتوا عدد اعضاء بشكل معين. مش تخفيضات في الرقم، ما نقدرش. اللائحه احنا لغينا كل الفئات المستثناه، كل الفئات المستثناه كان في قبل كده الفئه دي تاخد خصم كذا، لغيناها في الاخر كله سواء، لكن ممكن ايه المقدم يقل شويه، عدد تسهيلات في الدفع فقط لا غير، لكن فكره إن انت بتدي تخفيضات مش موجوده. هل عندكم بتفكروا بالتوازي الملف التطوير الكره مع الملف الانشائي في الدوره القادمه؟ انت الملف الانشائي اشتغلت عليه، وملف تطوير الكوره يمكن ملف الانشاء انت المجلس يعني بفضل الله المجلس الوحيد اللي عمل 18 افتتاح لمنشآت جديده داخل فروع النادي الاهلي. عملت يعني المنشآت ديت تكلفتها تقترب من 1.4 مليار خلال الاربع سنين، وده رقم ضخم جدا. اشتغلت على كل حاجه، يعني كل فرع حصل فيه طفرات، انت من اول فرع مدينه نصر، فرع الجزيره، وطبعا فرع التجمع اللي بيتبني بشكل مختلف تماما. الصور دي قبل وبعد عشان الناس بس تبقى يعني، دي غرف خلع الملابس، الصور اللي فاتت كانت قبل والصور دلوقتي بعد. انت نقلت كل الحاجات المتعلقه بالفرق الرياضيه سواء كوره او العاب الصالات للمدرج الجديد، وهديت المدرج اللي كان قايل للسقوط، وكان الحاجات متهالكه فيه. دي طبعا دي عملت دي الصور القديمه كلها. جهزت طبعا صاله الجمباز، عملت الكاراتيه كان عباره عن خيمه، لا بنيت صاله كبيره بشكل كبير، الجزيره عملت الابواب وعملت الاسوار، مدينه نصر عملت فيها المنطقه الترفيهيه، عملت منطقه المطاعم، عملت الجراج. تطوير الحقيقه كبير جدا ومستمرين، يعني انت كمان مستمر، يعني الاكاديميات بتعمل في مدينه نصر بادل تنس، بتعمل صالات سكواش، وان شاء الله ننتهي من التراخيص ونعمل صاله الجمباز في اهل مدينه نصر. حتى الحاجات اللي بتجيلنا، يعني احنا عملنا الجراج فالناس قالت لا كبار السن مش قادره تطلع، فحطينا مخطط دلوقتي ان احنا نعمل سلم كهرباء يطلع الناس من الجراج. تطوير المبنى الاجتماعي بتاع اهل الجزيره واهل مدينه نصر، وان يبقى فيه اسانسيرات علشان كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه. انت كل حاجه قابله للتطبيق على الارض، انت مش محتاج حتى تحطها في برنامج، اي مقترح اي فكره قابله للتطبيق على الارض انت كمجلس اداره بتسعى ليها فورا انك تنفذها، مش محتاج حتى تكون ضمن برنامجك او لا. ايه اللعبه الاقرب لقلبك في العاب الصالات؟
كلهم والله. انا يمكن اولاد عمي بيلعبوا في الباسكت، يعني كابتن فريق الباسكت ابن عمي، وانا تنظيمي لبطولات الطايره واليد من الحاجات اللي اسعدتني وخلتني قريب كمان للقطاع ده بشكل كبير. حتى بعد كل بطوله، يعني احنا بعد انتهاء بطوله الطايره نزلت انا وكل اساطير كره الطايره سواء رجال وسيدات، كابتن هناء حمزه، كابتن تهاني توسن، كابتن رؤوف عبد القادر، وعملنا ماتش ما بين الشباب وما بين نبارك للكابتن هناء. طبعا بنبارك لها على فوزها كنائب رئيس اتحاد الطايره عمر مخلوف من عندنا برضه. طبعا بنبارك لهم جميعا. هناء الحقيقه يعني قامه كبيره في اللعبه، نتمنى لها يا رب كل التوفيق ان شاء الله باذن الله في القادم. دايما الاهلي مختلف في السباحه. قطاع السباحه دايما قطاع دايما يعني من وجود كابتن راني علواني والمجموعه اللي كانت موجوده دايما السباحه يبقى ليها حد في الانتخابات. السباحه دايما مؤثره بشكل كبير وقطاع ناجح بشكل كبير. قطاع السباحه في النادي الاهلي قطاع ضخم بيضم عدد لاعبات كتيره، القائمين عليه كابتن وائل عزت وكابتن وليد عزت من الناس اللي يعني وائل عزت مكسب كبير الحقيقه جدا. وائل عزت شخصيه محترمه جدا قريبه ليا بشكل كبير. بس من الناس بتشتغل بقلب، موجودين مع الناس وبنتهم في الانتخابات المرات. يعني هيشتغلوا لا من قصه ما لهاش علاقه بالانتخابات. القصه ليها علاقه بشغلهم مع الاعضاء، الاعضاء بتحبهم، واحنا بنشتغل لكل القطاعات جوه النادي الاهلي مش السباحه بس. تلاقي السباحه لو في جمباز، تنس، اي سكواش، كل اي قطاع بنشتغل معاه بقوه. اي مشاكل بتظهر بنحاول نحلها بشكل اسرع. لو انت بتقيم نفسك بتقول اكبر حاجه عملتها الدوره اللي فاتت ايه؟ مفيش حد يقول ان انا عملت النادي الاهلي. لا انا بتكلم على المجلس. احنا كمجلس الاداره بفضل الله حققنا نجاحات في في في, في اكتر من، يعني انا شايف نجاحات بتاعت فريق الكوره من النجاحات اللي انا سعيد بيها كمشجع. الانشاءات انت عامل طفره بشكل كبير جدا، ودي حاجات عامله حاله من الرضا لدى قاعده كبيره من اعضاء الجمعيه العموميه. الخدمات انت طورت من الخدمات، المنافذ اللي موجوده، انت بتتحرك بشكل كبير. بس اكبر انجاز انا شايفه من وجهه نظري كمجلس اداره ان انت قدرت تحافظ على الشعار اللي انت قدمته المره اللي فاتت على الارض. شايف ان الناس ادولكوا حقوقكم على الانجازات الكبيره اللي انتوا عملتوها دي؟ لامسين حاله رضا، بس يعني دايما اعضاء الجمعيه بتتطلع للافضل والاحسن، واحنا معاهم بنتطلع للافضل والاحسن، ودايما بنحسن من ادائنا وبنحسن من اي حاجه بتظهر قدامنا. يعني الكلمه لما تيجي من الكابتن محمود الخطيب بيبقى ليها طعم تاني اكيد. طبعا سمعتها. انهي كلمه؟ نشوفها مع بعض. الحقيقه خلال الدوره اللي فاتت مش عايز اقول ان انا شخصيا بخبراتي الكبيره في مجلس اداره من 88، لكن لما بتكلم مع الجرحي في بعض الامور، محمد الجرحي في بعض الامور، انا بستفيد. ليه؟ الراجل ده رئيس وعضو منتدب لاكثر من 5 أو 6 شركات بالسن ده يدينا على طول انطباع الراجل ده قد كده عقليته عامله ازاي، وقد كده رؤيته للامور عامله ازاي، وقد كده اداريا برضه زي الضماطي ان هو اتعامل مع شركات كتير، مديرين وموظفين وعاملين وامن كل القطاعات، يعرف ازاي يتعامل، يعرف ازاي يعني يفيد النادي الاهلي في جزئيات كبيره ومنها تنميه الموارد زيه زي الضماطي. وهنساله كلهم هما الاثنين دولت هيعملوا لنا ايه الدوره دي في تنميه الموارد. محمد عنده علاقات كتير طيبه، هو عضو بالبرلمان المصري مجلس الشعب، واعتقد محمد يستطيع خدمه الكيان كويس جدا باذن الله. اتمنى يكون معايا في مجلس الاداره.
يعني اعتقد ان كلمه الكابتن محمود الخطيب دي كلمه كبيره قوي، واعتقد ان احنا كده خلصنا الحلقه، مش محتاج حاجه بقى. يعني انا طبعا كنت سعيد جدا بالكلمه. تقيل عليك قوي في الكلمه، يعني ده تقييم كبير، ثقه كبيره من كابتن الخطيب، واحنا بنتعلم من كابتن الخطيب، بنتعلم من صمته قبل ما نتعلم من كلامه. كابتن الخطيب قيمه كبيره، واحنا سعداء ان احنا موجودين ضمن فريقه، وشرف كبير لينا. يعني كمل، هو قال لك انت والضماتي هتعملوا ايه؟ يعني ان شاء الله ربنا يكرم، احنا بنجتهد، احنا كلنا بنجتهد لخدمة الكيان. بس الكابتن الخطيب اخصك انت والضماتي في تنمية الموارد. طبيعي، احنا شغالين على الملف، اشتغلنا عليه في الدورة السابقة ومستمرين. النهاردة في شركات موجودة، شركة الاهلي لكرة القدم، شركة الاهلي للمنشآت الرياضية، شركة الاهلي للخدمات الرياضية، يمكن شركة المنشآت الرياضية كنت في اللجنة انا وزميلي محمد سراج، وبعد كده الكابتن فوض محمد سراج ان هو يتواصل بعد ما أسسنا الشركة، إنه يتواصل مع المهندس أيمن إسماعيل ويسلموا الملفات ويديله من حيث ما احنا انتهينا. وسراج يعني كمان من الناس اللي بذلت مجهود كبير في الملف دوت، وساعدت بالعمل معاها في اللجنة بتاعت إنشاء شركة الاستاد. سراج شخصية محترمة جدا، وانت هو أصحاب يعني. يعني سراج من الناس القريبة مني، وهو قلبه نظيف، وعشان كده دايما ربنا بيكرمه، لأنه هو طيب بجد يعني، والناس يعني الناس بتحب صوت الشباب يعني، الناس هو قريب جدا من أعضاء الجمعية العمومية. انت وسراج بتكملوا بعض شوية؟ أنا وسراج، وأنا والضماطي، كل أنا. أنا بتكلم على سراج لأن أنا يعني شفتكم بره الرسميات بشكل كبير. من أكتر الناس اللي بتربطني بيهم علاقة بره مجلس الإدارة. طيب، بينك وبين الإعلام عمار بتشوفه إزاي؟ بتشوفه منصف للنادي الأهلي ولا لأ؟ يبسطك أحياناً ويضايقك أحياناً؟ وأنت قاعد في البيت بتتفرج بتبقى إيه وجهة نظرك؟ فكر في كل الحاجات دي عقبال ما نرجع بعد الفاصل ومكملين مع محمد الجرحي. نرجع بقى ومكملين مع محمد الجرحي وملف الإعلام. الإعلام بينك وبينه عمار بتشوفه إزاي؟
ملف الإعلام يمكن زي ما قلت لك أنا ما طلعتش في الأربع سنين اللي فاتت، بس أنا متابع جيد لكل الحاجات اللي بتطلع. في ناس بتتضايق من الانتقاد، بس أنا موجود في أكتر من ملف، سواء على المستوى الحزبي أو المستوى مجلس النواب أو غرفة الصناعات، فأنا متعود إن هيبقى في إشادات بشكل معين، هيبقى في انتقادات. في ناس كتيرة ما بتحبش الانتقادات أو الانتقادات بتضايق، لكن أنا يعني مع الوقت بحاول أخد الانتقادات ديت إن أنا أوظفها، إن أنا أشتغل عليها لو هي صح، لو هي في اتجاهها المظبوط. لكن في الآخر خالص إحنا بنقدر دور الإعلام بشكل كبير، وزي ما قلت لك كل اللي موجودين في الوسط الإعلامي من إعلاميين وصحفيين تربطني بيهم علاقة قوية جدا. الإعلام منصف للنادي الأهلي؟ الإعلام منصف للنادي الأهلي يعني على مدار الأربع سنين اللي فاتت؟ لا مش بشكل كبير. ليه؟ يعني مرينا بأزمات كتيرة، الإعلاميين ما كانوش عندهم المعطيات اللي عندنا، فهم هاجمونا بالحاجات اللي ظهر لهم، رغم ان هم لو عرفوا كل الحاجات اللي قدامنا على مائدة مجلس الإدارة ما كانوش هيطلعوا يهاجمونا. والحمد لله يعني بطريقتنا وبأسلوبنا وبشغلنا قدرنا نعبر الأزمات ديت كلها على مدار الأربع سنين، وربنا يعني ربنا وفقنا بشكل كبير ووقف معنا في نقط كتيرة لحد ما خرجنا لبر الأمان بنقط كتير. في مؤتمرات كتيرة للكابتن محمود الخطيب دايما يكلمه على أي برنامج أو أي إنجاز كبير، هو أول جملة بتتقال الحفاظ على مبادئ النادي الأهلي. زي ما قلت لك اكبر انجاز لينا كمجلس اداره خلال الاربع سنين ان احنا حافظنا على شعارنا اللي قلناه المره اللي فاتت، اللي هو تاريخ مبادئ تطوير. احنا في تاريخ حافظنا على تاريخنا، اشتغلنا على نفسنا، كرمنا حتى رموزنا وكل الناس اللي شاركت في صناعه تاريخ النادي الاهلي، سواء كابتن يعني طبعا يعني كابتن حسن ده أبويا الثاني، كابتن حسن حمدي وكابتن حسن مصطفى ومن الناس القريبة ليا، وده كانت أقل حاجة نعملها معهم. طبعا مستشار تكريم مستشار جليل محمود فهمي وخدماته للنادي الأهلي على مدار أكتر من 50 عام، وطبعا كابتن عدل القيعي وكابتن محرم الراغب. فأنت كل واحد شارك في تاريخ النادي الأهلي أنت كمجلس إدارة حاولت أن أنت تديله جزء صغير من يعني التكريم ده جزء صغير من اللي قدمه للنادي الأهلي. مبادئك أنت تمسكت بمبادئك في مواقف كتيرة كانت صعبة مرينا بيها، والحمد لله تمسكنا بمبادئنا عدينا بالأزمات دي كلها زي ما قلت لك. وفي الآخر خالص التطوير، احنا اشتغلنا على تطوير كل الملفات، رياضي اجتماعي انشائي خدمي استثماري، انت اشتغلت على تطوير كل الملفات اللي موجودة قدامك. عايزين الدنيا تهدى وكل واحد يبص في ورقته، نعمل ايه؟ احنا باصين في ورقتنا. انتوا باصين في ورقتنا؟ احنا باصين في ورقتنا ومش مشغولين غير بنفسنا. واحنا طارحين نفسنا على الجمعيه العموميه ببرنامج طموح مش بتكلم عن انتخابات، انا بتكلم عن الكره المصريه بشكل عام. عايزين نرجع الكره المدرجات، وعايزين انت هنا بقى كعضو برلمان يعني عايزين الامور تبقى هاديه، عايزين مدرجات ترجع حلوه زي زمان، عايزين العدد يزيد بشكل كبير، عايزين نشيل الاحتقان. احلام يعني بنحلم بيها. هقول لحضرتك على حاجه، انت عارف يا سيف في وقت كتير قوي كنا بنتهاجم. يعني انا مثلا قبل انتخابات مجلس النواب انا تقريبا قعدت 10 ايام بتهاجم يوميا. احنا عمرنا ما التفتنا حتى الهجوم دوت، لان احنا عارفين واسهل حاجه الرد، اسهل حاجه ان انا اطلع وارد، وهيبقى في بقى شباب كتير محتقن بقى ويحصل اللي انت عارفه. لكن احنا عندنا مسؤوليه تجاه جمهورنا، صح. عندنا مسؤوليه ان احنا قاعدين على كراسي لازم نحافظ عليها، ما ينفعش ان احنا نجر للكلام ده. فاحنا تفضلنا الصمت وردينا باسلوبنا وبطريقتنا. لكن عمرنا على في مدار الاربع سنين تقول ان احنا كنا سبب في احتقان، ان احنا اججنا مشاعر جمهور بشكل معين، ان احنا تجاوزنا او غلطنا في حد. عمرنا ما غلطنا في حد، ده مش اسلوبنا. واحنا دايما اللي بنسعى وبندفع ان احنا الامور ترجع لنصابها. لكن في ناس بتشغلها بقى عايزه تاخد لقطه بشكل معين، بياخدوا الموضوع في اتجاه مش سليم. لكن النادي الاهلي مجلس ادارته عمره ما انساق ورا الكلام دوت. لو رحنا للجمعيه العموميه، الناس اللي بتسمعنا دلوقتي يقول لك طب هتعمل لي ايه بقى الدوره الجايه؟ يعني انا عايز تطوير، انا عايز خصومات، انا عايز اقلل اسعار، الظروف الماديه صعبه.
احنا عملنا خلال الفترة اللي فاتت استكمال لبرنامج عائلة النادي الأهلي، برنامج ليه ملامح واضحة أبرزها طبعا إعادة هيكلة النشاط الرياضي بشكل كامل وتطويره، إعادة هيكلة إدارية جوه النادي الأهلي وتطوير الناس جوه النادي الأهلي. النهاردة استكمال المنشآت اللي ناقصة في كل الفروع، استكمال التراخيص وكل طلبات الأعضاء موجودة على ومتضمنة جوه البرنامج، خدمات للأعضاء في كل الفروع، كل الكلام ده موجود جوه البرنامج بتاعنا. لائحة نادي الأهلي الجديدة بت 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 يعني أنا عارف اللائحة الاسترشادية بتعمل جمعية عمومية الساعة 7 بعد الانتخابات ومناقشتها، نفس الوضع عندكم؟ أنت عندك جمعية، ده طبيعي 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 كل جمعية. لا أنتوا بتحددوا ميعادها الساعة كام؟ ده بالنسبة ليوم الجمعة عشان الناس يوم الجمعة ميعاد التصويت من 9 صباحا حتى الساعة 7 مساء. والجمعية الساعة 7 بعد ال بتبقى بعد بيبدأ الفرس. بعد ما يبدأ الفرس. طيب. كلمة أخيرة للكابتن محمود الخطيب تقول له إيه؟ كابتن محمود الخطيب والد لنا كلنا، وهو لعيب كرة فز، وإحنا فخورين بالعمل معاه، وزي ما قلت لك إحنا بنتعلم منه كل يوم، وهو يعني دايما مر على مصر، مش نادي الأهلي، لعيبة كتير قوي، لكن دايما اللعيب الموهوب اللي اتعامل مع الناس بأخلاق وبشكل مختلف هو اللي حافظ على مسيرته. هو يعني كابتن خطيب من اللعيبه القليله اللي نجوميته مستمره رغم قدام ناس كتير قوي لسه، يعني انا من الناس اللي ما شفتش كابتن محمود الخطيب بيلعب كوره، لكن نجوميته وشعبيته مستمره. يمكن زاد بتواضعه واخلاقه، طبعا بتواضعه باخلاقه باسلوبه مع الجميع. يعني مسؤوليه عليكم كقائمه، يعني معاكم وجه جديد مايا عاطف في الانتخابات دي، يعني نجاحها اعتقد بالنسبه لكم برضو مسؤوليه كبيره. كلمه بقى تقولها لمايا، كلمه تقولها للقائمه كلها. انت النهارده انت بتدفع بكوادر جديده في القائمه، عندك كابتن حسام غالي اول مره يدخل مجلس، عندك كابتن مي عاطف، المهندسه مي عاطف، احنا المره اللي فاتت كابتن الخطيب كان بيدفع فينا بينا ككوادر جديده جوه المجلس، انا والضماطي وسراج وطارق انديل. هي ده النادي الاهلي، كل مره بيدفع بكوادر جديده جوه مجلس الاداره، بيتمتعوا بشخصية النادي الأهلي، قدموا حاجات للنادي الأهلي. المهندسة مي عاطف كابتن قدمت لمصر ومثلت مصر والنادي الأهلي في بطولات عالمية، بطلة مصر وأفريقيا، مهندسة معمارية، يعني عندها أفكار كتيرة لخدمة أعضاء الجمعية العمومية، يعني سواء في ملف الطفل وملف المرأة وملف الشباب، عندها فكر وبتتمتع بشخصية النادي الأهلي، وأنا شايفها أن هي كادر وهتضيف كتير داخل غرفة مجلس إدارة النادي الأهلي، وهتخدم بشكل كبير مع باقي الزملاء. وطبعا كابتن حسام اضافه كبيره، وهو نجم كبير، يعني مش محتاج ان انا اقدمه، يعني كابتانه معروف للجميع. قعدت انت وحسام غالي مع بعض؟ قعدنا كذا مره، بقول لك حسام اول مره قرب منه بشكل مين يقنع كبير. مين يعني حسام مش سهل يبقى هادي دايما قراراته، يعني هو شخصيه الحقيقه يعني محترمه جدا، ولكن هو بقى لازم يعني يخش في السيستم الهدوء تماما. لا وضعك انت لعيب مختلف تماما عن الاداره. حسام دخوله مجلس النواب من سنه ودخوله دلوقتي مجلس الاداره فرق معاه، خلاه طبعا بيشوف الدنيا بشكل مختلف تماما. وحسام لا اللي يتعامل هو كادر محترم الحقيقه، لا وهو مهذب جدا طبعا وطيب جدا، وكمان هو لا فاهم الدنيا بشكل كبير. هو النهارده متواجد موجود بيتمتع بشخصيه النادي الاهلي، وهو ودي اهم نقطه، دي اهم نقطه. غزاوي محمد غزاوي معجون بالنادي الاهلي، وهو صديقي واخويا والناس اللي انا اسعد بالعمل معاها فعلا. يعني الوزير العام فاروق، وزير العام فاروق برضو بتربطني بيه صداقه قديمه، ويمكن احنا اتزاملنا في العمل في كذا مكان، وهو شخص دؤوب في عمله ومخلص وصاحب رؤيه. المهندس خالد مرتجي، مهندس خالد مرتجي يعني انا شايف ان هو هيبقى
بيلعب دور الجوكر في في في, في المجلس الجديد، والناس هتشوفه بدور مختلف، وهو قادر ان هو يقوم بالدور دوت، وهو اهل ليه وبعلاقاته بخبراته هو اقدر واحد للمكان ده. كلمه اخيره تقولها للجمعيه العموميه اللي بتستقبلكم زي ما انا شايف في الصور، يعني استقبالات كبيره جدا وبتثني عليكم في الاداء المجلس السابق. زي ما قلت لك احنا بننزل الحمد لله ونخلي الرصد بتاعنا الحمد لله في رضا تام عند معظم اعضاء الجمعيه العموميه، وحتى لو بيجي لنا ملاحظات بنتعامل معاها بشكل فوري، والموضوع ملوش علاقه بالانتخابات، احنا حابين ان احنا نسمع الناس سواء اي حاجه بتظهر بنعالجها بشكل سريع. في رضا تام عند اعضاء الجمعيه العموميه، احنا دايما بنحسهم على نزول يوم 26 علشان خاطر ان مجلس الاداره اللي جاي يبقى ممثل بجد عن اعضاء الجمعيه العموميه، يعني ما ينزلش عدد قليل. دايما النادي الاهلي انتخاباته بتبقى احتفاليه وكرنفال وكله بيحب يشارك فيها، يقول لك انا نزلت وانتخبت المجلس اللي موجود. الناس متخوفه للجمعيه العموميه دي، الناس تقول لك يعني انتخابات في اماكن كثيره او كراسي كثيره شبه محسومه، فممكن يبقى الناس عندها انطباع يعني ان هي مش قلقان عن لا 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 ملهاش علاقه. يعني فكره الحسم مش موجوده، في مرشحين موجودين، في منافسين بنكن ليهم كل الاحترام طبعا. يعني احنا تحت السن، حتى المرشحين كلهم يعني اخواتي وبتربطني بيهم علاقه. انتوا كم مرشح السن؟ احنا 5 تحت السن بننافس على كرسيين. طبعا موجود عمر ربيع، وموجود عبد الله العياشي، وعمر واهله يعني هو عارف تربطني، عمر ابن كابتن ربيع ياسين يعني والده بتربطني بعلاقه قويه جدا. نفس القصه الحاج ديا العياشي اخويا الكبير، وبتربطني بعلاقه طيبه، وعبد الله شاب مميز جدا، ونفس القصه رأفت. هم ارتقوا في نفسهم ان هم قادرين على خدمه الجمعيه العموميه، ده حق مشروع، وده حق مشروع للجميع. وانت عارف يعني بعد كل انتخابات الناس بتقابل يوميها بالليل، بنسلموا على بعض وبيباركوا لبعض. هو ده النادي الاهلي، ما فيهوش الخلافات. يعني احنا بنشوف خناقات في انتخابات انديه، النادي الاهلي غير. وجهه نظر جمعيه عموميه كام؟ او انتم منتظرين كام؟ في ظني اتمنى ان هي ما تقلش عن 25,000. 25,000 اتمنى. هي اخر جمعيه عموميه كانت كام؟ كانت نزل حوالي 38,000. 38,000، وكان عدد الاصوات صحيح 35 وشويه. رقم كبير جدا. رقم كبير. جرحي بتمنى لك كل التوفيق، بالتوفيق ليك، التوفيق للقائمه. اشكرك على الحلقه، شرف وجودك معايا. اتمنى ان انا اكون كنت ضيف خفيف عليكم. يعني بشكرك. انا اللي بشكرك يا سيدي. خلصنا حلقتنا النهارده مع محمد الجرحي، عضو مجلس اداره نادي الاهلي السابق والمرشح حاليا على قائمه الكابتن محمود الخطيب، وعضو البرلمان المصري، واحد الحقيقه من الشخصيات اللي كان لها كل احترام، كادر الحقيقه محترم. اتمنى له ان شاء الله باذن الله كل التوفيق. بشكركم شكرا جزيلا، اشوفكم على الف خير.